اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله جايب لكم ماده سحريه لتنظيف سن كاويه اللحام بالقصدير. الماده دي نزلت السوق من فتره طويله ولكن ما كنتش مهتم اجيبها، لان في اكتر من طريقه ارخص لتنظيف سن الكاويه، ولكن شركه لامبترونكس ارسلت لي المنتج ده للتقييم. في فيديوهات كتيره بتشرح استخدامها وكفائتها في تنظيف سن الكاويه، ولكن الجديد النهارده ان هيكون في تحدي ما بين الماده دي وما بين انواع من سلاح الكاويه المختلف، وهيكون في اسلحه تالفه تماما ومتاكسده، وهنشوف ازاي الماده دي هتتعامل مع السلاح ده. ففي اكتر من تجربه هنخوضها النهارده، تابعونا لاخر الفيديو. معانا اكتر من كاوية لحام وسلاح الكاوية زي ما حضراتكم شايفين في النوع ده. ده سلاح سيراميك ولكن متأكسد تماما، وهنا سلاح نيكل من النوع المشطوف برضو متأكسد، وهنا معانا سن الى حد ما متأكسد، ولكن هنشغل الثلاث كاويات مدة طويلة عشان يتأكسد السن تماما، وبعد كده هنشوف سلاح كاوية زي ده. ده كان شغال في بلاستيك، هنشوف برضو ازاي هتتعامل المادة معاه. كذلك في انواع اسنان، ده ميتال او حديد عادي، وده نحاس. هنختبر كل الانواع المختلفة دي. الكاويات بتسخن، لازم الكاويات تكون سخنة. تعالوا مع بعض نفتح المنتج بتاعنا. طبعا هو منتج صيني، هسيب لكم رابط الشراء والسعر. الكمية طبعا مكتوب هنا 35 جرام، كمية صغيرة جدا، والسعر هسيبه لكم في الوصف لانه بيختلف طبعا على حسب توقيت مشاهدتك للفيديو. هنشيل الغطاء البلاستيكي ده. المادة عبارة عن املاح من مادة معينة صلبة، فلازم سلاح الكاوية أو سن الكاوية يكون سخن عشان يعمل انصهار للمادة دي حول السن، وبالتالي بتزيل الأكسدة. وغالبا المادة لونها رصاصي، أتوقع إن بيكون عليها بعض برادة القصدير لإزالة الأكسدة وطلاء السن بالقصدير. هنشوف مع بعض سن الكاوية دي متأكسد بالكامل. نحاول ننظف السن. إلى حد ما السن مازال متأكسد. طيب تعالوا نشوف مع بعض أول سن. هنشوف أداء المادة، ونستخدم المادة دي في أماكن مفتوحة، والأدخنة اللي بتخرج تكون بعيدة عن عينينا والاستنشاق. طبعا الأكسدة اتشالت تماما، ولكن السن معرض للأكسدة مرة أخرى لو استمر بدون قصدير. فطبعا يفضل بعد إزالة الأكسدة بالمادة دي نزود قصدير على سن الكاوية، ولكن هي خلت طبعا القصدير بيلتصق بشكل ممتاز بالكاوية. طيب هنشوف سن تاني برضو متأكسد، ونجيب الكاوية دي. ده شكل السن، طبعا عليه قصدير فبنفس الحالة بتاعته، هو متأكسد بالشكل ده. هنجرب. واضح طبعا لمعة سن الكاوية. ننظف سن الكاوية. حتى الآن ممتاز بالنسبة لي. سن الكاويات مش متأكسد أكسدة كاملة. نشوف مع بعض سن الكاوية دي. هننظف سن الكاوية. احنا بننظف سن الكاوية عشان نعرف مدى الأكسدة الفعلية في السن. شايفين حضراتكم هنا السن ده
سن ممتاز جدا، مش محتاج اساسا تنظيف، واي قصدير هيلحم معاه. شايفين سن ممتاز. طيب اذا انا مش محتاج اجرب السن ده، لانه زي ما شايفين هو سن مثالي. فهشيل فيشة الكاوية وهنتظر لما تبرد ونركب السن. النحاس ده كنت بستخدمه في بلاستيك. شايفين حضراتكم شكل السن بعد استخدامه في البلاستيك. هنحاول ننظف السن بالشكل ده. طبعا السن متأكسد تماما. انتظرنا الكاوية سخنت. طبعا ده اختبار قاسي جدا لمادة تنظيف سن الكاوية، متأكسد تماما وعليه بعض البقايا البلاستيك. تعالوا نشوف التصاق الأسدير بسن الكاوية. طبعا الأكسدة عاملة عازل حراري اهو، الأسدير بينصهر ولكن لا يلتصق بسن الكاوية، واضح جدا طبعا. طيب تعال نشوف الاختبار ده وانا متحمس جدا اشوف النتيجة. المادة معانا اهي، وهننزل سن الكاوية ونشوف. سن الكاوية تقريبا زي ما هو. ننتظر فترة المادة تتفاعل مع سن الكاوية. أعتقد السن مازال أكسد. نجرب كده نشوف الأسدير. زي ما بقول لحضراتكم السن الكاوي ده تالف تماما، مفيش أي التصاق. طيب هنحاول ننظف سن الكاوية ونشيل العازل اللي موجود من البلاستيك. برضو ممكن يكون هو اللي عامل عازل ومش مخلي المادة تتفاعل مع سن الكاوية. سلاح القطر ده ما نستخدموش مع سن الكاوية إلا إذا كان نحاس. بدأ يظهر النحاس أهو، وشلنا كل الأكاسيد اللي موجودة وبقايا البلاستيك. إلى حد ما النحاس ظهر. تعالوا نشوف المادة هتتعامل إزاي مع السن النحاس. فعلا لما شلنا طبقة البلاستيك السن تشرب الأسدير. المادة دي عبارة عن أملاح مزيلة للأكاسيد، وفي نفس الوقت فيها برادة أسدير، وفعلا السن رجع جديد. السن ده أنا كنت خلاص هتخلص منه. شايفين حضراتكم السن رجع يلتصق بالأسدير ويوصل حرارة بشكل ممتاز. وبكده أنا فعلا استعدت السن ده، ودي كانت أول تجربة ليا. إذن المادة فعالة، ولكن لازم نزيل بقايا البلاستيك أو الأكاسيد عشان تكون في فرصة إن المادة تتفاعل مع سن الكاوية. هنشوف الكاوية دي بردت. هنشيل السن ده أهو، وهجرب سن نحاس. سن النحاس ده معروف بالأكسدة السريعة، شايل كل الأكاسيد اللي عليه ولكن مش بيلتصق بالأسدير. شغلنا الكاوية وهنجهز السن التاني. الكاوية دي السن التاني قلنا سن حديد مطلب النيكل، برضو بيبقى صعب التصاق الأسدير بيه. هنشوف المادة هتتعامل ازاي مع النوعين دول. هنشغل الكاوية برضو، نشغله ونرجع
للكاوية الأولى، نشوف سخنت ولا لأ. الكاوية دي عملنا فيديو زيادة قدرتها من خلال البوش بوتون ده، سيب لكم رابط الفيديو في الوصف. طيب هنشوف سن الكاوية ده اهو، مفيش التصاق بالقصدير خالص نهائيا. تعالوا نجرب نشوف المادة. طبعا المادة مكان السن الأخير، الأكاسيد كلها خارجة هنا. تعالوا نجرب السن ده. لحد ما السن اتحسن، وهنشوف التصاقه بالقصدير. توصيل الحرارة بيختلف عند إزالة أكاسيد السن. السن رجع تاني اشتغل. طيب هنشوف آخر سن معانا، وهو سن الحديد. الحديد برضو رغم إنه مطلي نيكل ولكن بيتأكسد بسرعة. هننضف السن. شايفين حضراتكم السن برضو عليه أكاسيد كتير. شوف انصهار القصدير، يعني القصدير بيلتصق بجزء معين في السن. طيب تعال نستخدم المادة. ممتاز جدا السن نظف. ممتاز. طيب اذا المادة بتاعتنا النهاردة مادة فعالة جدا في تنظيف سن الكاوية، ولكن اذا كان في بعض المواد البلاستيكية او الاكاسيد الزيادة بتعمل عازل والمادة ما تتفاعلش مع اكاسيد السن، فلازم نزيلها ميكانيكيا الاول وعشان تاخد الاداء العالي من المادة دي. المادة أداءها مقبول، يعيبها طبعا إن الأبخرة اللي خارجة منها أبخرة بالتأكيد مضرة بالصحة، فلازم يبقى استخدامها في مكان مفتوح أو في فانة بتسحب الأدخنة بتاعتها. ده أولا. ثانيا الكمية صغيرة جدا، يعني أعتقد لو هتستخدمها يوميا مش هتكفيك شهر بالكتير وهتكون انتهت. ده مقبول، ولكن سعر المادة غالي، يعني 35 جرام ب150 جنيه، فهي كده أغلى من القصدير نفسه، فطبعا سعرها غير مقبول على الكمية. ده من وجهة نظري، ولكن لو مش هيفرق معاك السعر ممكن تجيبها، لأنها مفيدة جدا في استعادة سلاح الكاوية التالف. زي ما شفنا أكتر من سلاح أنا كنت راكنه مش بستخدمه، فبعد ما استخدمت المادة دي هقدر استخدم السن تاني وأداؤه هيكون طبيعي جدا زي أي سن بستخدمه. إذا انتقمنا للمادة نقدر نقول 80% لأن أدائها عالي، ولكن السعر مقابل الكمية مبالغ فيه. أتمنى يكون فيديو النهاردة فيديو مفيد. ما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.